حلقة اليوم كانت ممتعة، حيث أن كاغينو تبارز مع روز أوريانا ومثل أمامها إنه نوب في القتال، لكن من النوع اللي ما يستسلم، وحتى جاب معه أكياس كاتشب حتى يجعل القتال واقعي. لهذا السبب أعجبت بصراره، وأيضا تعرضت المملكة للحصار من قبل الفارس الهزيل، واللي أرسل أتباعه حتى يدعون إنهم من الشادو جاردن حتى يظهر شادو نفسه. وهذا الحاجز يقوم بإبطال السحر، بينما العدو بحوزته قوة سحرية يستمدها من طائفة الديابلس على ما أعتقد. حتى أن كاغينو عرض نفسه للخطر هذه المرة حتى يحمي روز، بينما الأميرة شيري وقعت في حب كاغينو بدعم من والدها وكانت مهتمة لتعرف المزيد عنه، لكن قبل ذلك ذهبت لأليكسيا لتفهم طبيعة علاقتها مع كاغينو، ولما عرفت إنهم انفصلوا أطمأن قلبها. بينما أليكسيا أدركت أن كاغينو ليس نوب وحيد، بل ينتظره طابور علاقات، وازدادت قهرا. لذلك سأشرح لكم أهم الأحداث في هذه الحلقة مع تحليلي وراي عنها، فبدون ما نطول بالمقدمة خلونا نبدأ. السلام عليكم، كونيتشوا أمينة سان، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين وتكونوا بأتم الصحة والعافية. كوريزو كيريمومي كايتن أوكيمي براتي تورنيدو جودان جاناي مادا دا كما نذكر في الحلقة السابقة، قام شادو بإهداء شوكولاته إلى الأميرة شيري دون سبب حتى يظهر دوره كموب، لكن والدها طيب كيس لها، أو بالأصح كما هو متعارف عندهم أن إهداء الشوكولاتة تعتبر اعتراف بالحب، خاصة إذا أهداها ولد لفتاة والعكس. المهم قال لها والدها إنه أهداها لك علشان يحبك، ومن وقتها ظلت شيري تفكر بكاغينو حتى إنها نسيت مهمة البحث اللي كلفت بها لمعرفة مكونات الحبة السحرية. وتلك النظرة الباردة من كاغينو كانت تعتبره إنه حب من أول نظرة، وبكل إخلاص أكلت شيري الشوكولاتة اللي أهداها له، لكن ما تعرف إنه جاب من أحد تابعاته واللي هي جاما. لو عرفت فالله يسلم. بعد نهاية الحصص الدراسية كان كاغينو يمتلك ورقة محتواها عن مهرجان بوشين الذي سيقام قريبا، وفتحوا أبواب التسجيل. وبالصدفة التقى كاغينو بإحدى تابعاته واللي هي نيو، وارتدت الزي الرسمي حتى ترافق كاغينو ولتخبره عن تقرير الرجل ذو الرداء الأسود واللي كان يدعي إنه من حديقة الظل، حيث أنهم تعرضوا لغسيل في الدماغ ولا يمكن استخراج المعلومات عنهم. أيضا ذكرت نيو أن غسيل الدماغ خاص بأتباع الطفل الثالث التابع لطائفة الديابلوس، حتى أن نيو جرب على العدو كل وسائل التعذيب ومع ذلك ما في فايدة، حتى انها بحثت عن مصدر ردائها الاسود وتبين لها انهم يبيعونه في سوق السوداء. في صباح اليوم التالي قام اصدقاء كاغينو بتسجيل كاغينو في المبارزة من دون ما يستأذنوا منه، واعتقد سووا كذا علشان ينفرش مثلهم بما انهم انفرشوا بالامس. هذاك تورط مع بنت مخطوبة وذا جلدوه لانه كان يتعقب بنت ويدرس مقاسات ملابسها، وكاغينو قال لهم انه ما بيشارك علشان ما ينفرش مثلهم، لكن هيورو اصر عليه حتى يظهر مهارات ويخق عليها البنات. بينما جاكا قال له كمان إذا حصلت على فانسات عرفهم علينا، لكنهم ما يدرون إن عنده طابور علاقات ولكم هم الاثنين حتى يسكتوا. ومع أن كاغينو كان رافض إنه يشارك بالمباراة إلا إنه في الأخير قرر يشارك فيها مع بعض من التخطيط، لأن نيو أخبرته سابقا بعض المعلومات المهمة عن طائفة الديابلوس، حيث أنهم يقومون بأخذ أشخاص من دور الأيتام بالأخص اللي يمتلكون مهارة سحرية عالية، وأيضا أبناء الأسر الفقيرة بعدها يستخدموهم كفئران تجارب ويعطوهم أدوية سحرية. بالإضافة لذلك يعرضوهم لغسيل الدماغ منذ صغرهم، وهكذا ينشؤون أطفال طائفة الديابلوس حتى يكبرون ويصبحون أتباع أقوياء لطائفة الديابلوس. واستمر الأمر على هذا الحال لسنوات عديدة، وتعتقد نيو أيضا أن طائفة الديابلوس تستخدم اسم حديقة الظل حتى يجبروهم بالظهور، وذلك لأن كاغينو هزم سابقا أحد أتباعهم المهمين بقوة سحرية عادية لكنها هائلة بالنسبة لهم، واللي هو المعلم زينون اللي يتضح لاحقا أنه ينتمي لطائفة الديابلوس. ويمكن طائفة الديابلوس شاف الهجوم السحري والأثر اللي خلفه بما أنه وقع وسط العاصمة الملكية، وكاغينو كل تركيزه في إعلان المبارزة ودمج كلامه مع اللي مكتوب في الإعلان علشان يختصر كلامه، وقال ليس عليهم فعل ذلك وبرضه ما عنده سبب ليشارك في المبارزة. وتفهمت نيو مقصده، لكن ومع ذلك أعطته سبب مقنع حتى يشارك فيها، حيث أن فيرست أو الطفل اللي اسمه فيرست موجود في العاصمة الملكية واسمه ريكس،
في بداية الأمر كان البحث عن أتباع ديابلو صعب، لكن لما عرف كاجنو أن الأمر متعلق بالاسم صار الأمر بالنسبة له مثير للاهتمام، وكل اسم يحمل معنى معين، حيث أن الطفل الأول هو من حافظ على إحساسه بذاته رغم أنه من الأبناء. ونيو قالت إذا كانوا يشيرون الأطفال المحددين بالاسم في العاصمة الملكية فهذا يوضح أن عندهم أهداف أخرى يخططون لها، مثل السيطرة على العاصمة الملكية بالقوة السحرية. وبما أنهم ينشرون أتباعهم بالاسم المستعار دون الكشف عن هويتهم، شاف كاجنو أنها فرصة مناسبة حتى يقضي على أحد أطفال الديابلوس ويستخدم اسمها المستعار مثل الأول أو الثاني أو الثامن عشر أو الرابع والعشرون ليتسلل لصفوف العدو ويكتشف مخططاتهم. وبما أن أتباع الديابلوس ينتظرون ظهوره، قرر شادو عناد أن لا يظهر لهم، بل سيتعامل معهم بطريقة مختلفة ليكتشف مخططاتهم ويفكر في المشاركة بمهرجان بوشين حتى يجذب الانتباه كموب ما يستسلم. وقال كاجنو أن لديه 24، وأعتقد يقصد الكاتشب اللي جهزهم حتى يمثل في ساحة المبارزة. ونيو تعتقد أن شادو شخص حكيم يمتلك أفكار عميقة وإنه بالفعل توصل لمكان طائفة الديابلوس، لكن في الواقع أفكاره عادية بس القرد في عين أمه غزال، وقالت أن هذه هي حكمة الظلال. من الناحية الأخرى نظرت نيو للحياة المدرسية واللي لطالما حلمت أن تدرس معهم وتعيش حياة مثالية، لكنها تحمل ماضي صعب بسبب طائفة الديابلوس واللي حولوها لكتلة لحم نفس ما حصل مع اتباع حديقة الظل وحررهم شادو، وفضلت الحياة اللي تعيشها حاليا بدلا من حياتها السابقة واللي لم تكن تعرف الحقيقة خلف تجارب السيئة اللي تعرضت لها. وظهر بعدها أحد حراس شيري، ما شاء الله صرت أشرح كل شيء. ثم حان يوم مهرجان بوشين حيث يتنافس الطلاب، وقامت كلير أخت شادو بهزيمة خصمها، بينما أصدقاء كاجنو ذهبوا للجهة الخلفية حتى ينضموا لصفوف المراهنات واللي يعتبر نوعا ما منافسة غير مباشرة بما أنهم تعرضوا للإصابة وما يقدرون يشاركون بالمبارزة، وبدلا من ذلك قاموا بالرهان على الخصوم. ومع ذلك تحمسوا الجماعة شويتين وشاركوا الرهان بمصروفهم الشهري وخسروا الرهان، لذلك بيعيشون هذه المرة على أكل من القمامة وفتاة الخبز. ثم حان دور المبارزة التالية واللي ستخوضها روز أوريانا، حتى صاحب الرهان ما اهتم لاسم الشخص اللي بينافسها بما أنهم عارفين أن روز بتفوز. وعندما تقابل المتنافسان كان الجميع يسخر من كاجنو حتى ينافس رئيسة مجلس الطلبة روز أوريانا واللي هي أميرة مملكة أوريانا أرض الفن والثقافة، كمان هي ضمن أفضل السيافين في الأكاديمية. وعندما استعدت للقتال ابتسم كاجنو لأن مسرحية هذه المرة ستكون جيدة بما أن روز تمتلك قوة وشعبية، أما كاجنو ما حد يشجعه أو يطالع له من الأساس وهذا اللي كان يتمناه منذ وقت طويل. وسابقا في عالم الواقع كان ما في مهارة بدنية إلا وجربها حتى اكتسب قوة كافية. وعندما بدأ القتال انطلق كاجنو وواكب سرعتها حتى ينفذ خطته، وقبل أن ترفع سيفها وتهاجم عليه أخرج من جيبه فقاعة زي الجيلي حتى يستخدمها في مسرحيته وعضها بسرعة، ثم استخدم فن السقوط الدوار والإعصار الدموي حتى سقط بشكل متقن كموب وخسر من أول منافسة. وقبل أن يعلن الحكم أن الفائز روز قاطع كاجنو كلامه حتى يخبرهم أنه لم يهزم بعد، وحتى مثل عليهم أنه فقد الكثير من الدماء، والحكم خاف عليه لكمية الكتش أقصد الدم. حبت روز شجاعته واستعدت هي بدورها أيضا لتواجهه بما أن عيناه يخبرها أنه لم يستسلم بعد، وكاجنو شكرها على كرمها لتسمح لها الاستمرار في المبارزة. ثم ذهب كاجنو ليريها بقية 47 تقنية المتبقية، وفي المرة الثانية قلت أكيد هذه المرة بيظهر مهاراته بما أن المرة الأولى خدع الجميع، برضو انهزم مجددا واستمر كاجنو في تلقي الهزيمة واحدا تلو الأخرى دون أن يستسلم. حتى الجماهير مصدومين ما يعرفوا يتحمسوا لفوز روز أو يسكتوا احتراما لإصرار كاجنو، وروز بدورها هزمته فوق 12 مرة واستخدمت عليه جميع مهاراتها السحرية ومع ذلك لم يستسلم. ثم استعدت روز لتستخدم عليه قوتها الكاملة وهذه المرة أبدا ما بتتساهل معاه، لكن تدخل الحكم بما أن كاجنو فقد الكثير من الكاتشب وخرب المسرحية على كاجنو إنه يظهر كموب لفترة أطول في القتال. Wait a minute. شوسا روز أوريانا. Why are you gay? وأعلن أن روز أوريانا هي الفائزة وكان يخطط للتظاهر كموب 47 مرة وفشلت مسرحيته كموب مجددا، بينما روز رغم أنها فازت بالقتال لكنها شعرت أنها انهزمت نفسيا وأحبت روحه القتالية. وأصدقائه أيضا خسروا، ما تبقى من مصروفهم شيء، كانوا يحسبون أن كاجنو بيفوز لكنه خسر وخسرهم فلوس، حتى ما معهم سنتات للخبز بسبب الرهان اللي شاركوا فيه. أما كاجنو بعد ما أخذوه للمستشفى ربطوه بهذا الشكل، بس أريد أعرف من كان طبيبه علشان
عشان يكفنه بهذا الشكل. وبينما كاغينو كان يتذمر بشأن ما حصل، وصلت الأميرة شيري خلفه علشان تطمن عليه، والغريب انها تلتقي فيه كل ما يتعرض لإصابة، يا اما توقيتها سيء او انها تحب تشوفه بعد ما ينفرش. ثم جلسا معا في احدى الطاولات الخارجية، واخبرته انها بالعادة ما تشوف مبارزات السيف بسبب انشغالها في البحث، لكنها احبت اصراره في القتال. ثم قدمت له بعض البسكويت، وكاغينو مستغرب من اهتمامها وكأنها شخصية رئيسية مع انه دائما يظهر كشخصية ثانوية. واعتقد كاغينو انها شكرت على هزيمته في المبارزة، لكن ما يدري ان البنت خرفنت عليه، وعلشان ما تتحمس وتجيب العيد من البداية طلبت منه انهم يكونوا اصدقاء، ولانه طلب سهل ما فيه قيود وتيكن وافق كاغينو. ثم اخبرت شيري والدها ان كاغينو وافق على صداقتها. قلت اها الحين فهمت ليش طلبت صداقته، لان والدها بالتبني اقترح عليها ذلك، وكأنها العقل المدبر وراء علاقتهم. ولاحظ كاغينو أن والدها عنده منصب كبير، بحيث هو مساعد مدير أكاديمية ميديغار، وهو كمان بطل بوشين سابقا ويمتلك مهارات قتالية. ولاحظ كاغينو أن شخصيتها مو في خطر، لكن بما أن شيري ليست مشهورة نفس أليكسيا ويعتبروها الآخرين فتاة خرقاء وتجيب العيد كثير، فممكن يكونون ملائمين لبعض. ونصحه والدها أنه يروح للطبيب بما أن إصابته تبدو خطيرة، لكن لو راحوا للمشفى وأزالوا عنها الضمادات ممكن ينكشف أنه ما صار له شيء أساسا. ثم أخبره والدها أن شيري منغمسة بالبحث والعلوم، وحاليا منشغلة في مشروع القطع الأثرية لفرسان المملكة، لهذا السبب ليس لديها أصدقاء. وكأنه قاعد يلمح له يا كاغينو أنك الوحيدة اللي تعتبره صديقها، فاهتم لها. وحست شيري بالإحراج، لكن والدها قال رغم براءتها إلا أنها مرت بأوقات عصيبة، وطلب منه أنه يهتم لابنته. شاف كاغينو أنه بدأ يتورط في دور الشخصية الرئيسية مع أنه يريد يظل كموب، لكن قال أنه بيتعذر بإصابته ويختبئ في البيت لمدة 5 أيام حتى ينسو. وجاجا وهيورو أصابهم إرهاق نفسي بسبب خسارتهم في الرهان، وشيري أنشغل بالها كثيرا بكاغينو مع إنها سابقا كانت مهتمة للأبحاث وبس. بنفس الوقت لم يكن الصداقة اللي أخبرها والدها إنه تبدأ فيه كافيا بالنسبة لها، وتريد شيء أعمق مثل إنها تصير حبيبته. وتذكرت أثناء بحثها إنها لاحظت كاغينو مع أليكسيا، حيث وقتها كان كاغينو كلب فلوس، وهذه الذكرى العابرة أيقظت مشاعر الغيرة لشيري، وفضولها دفعها لزيارة أليكسيا لتعرف طبيعة علاقتهم هي وكاغينو. وأليكسيا كان يومها هادئ وجميل بعد ما انفصلت من كاغينو وركزت بنفسها، وقالت أن القهوة السوداء الخالية من السكر والحليب هو أفضل، وكأنها تلمح أن القهوة بالحليب للعاشقين. أمزح، لكن أنا جربت أشرب قهوة مرة وقاطع السكر تقريبا ل4 سنين، ومع ذلك أفضل القهوة الباردة بالحليب والسكر من المطعم الهندي جنبنا، زبد يسموه نسكافي أيس. المهم أليكسيا كانت مروقة، لكن أتت شيري لها كزيارة وعرفت لها عن نفسها، مع أن أليكسيا ما تستقبل زيارة بس وافقت. وبما أنها انفصلت عن كاغينو حطت صورتهم على الجنب حتى ما يشوفها الزوار، وقدمت القهوة لشيري، لكن تفاجأت من كمية السكر والحليب اللي استخدمته. وأليكسيا قالت لها أعتقد يا شيري جيتي علشان تخبريني عن تحليلك للقطعة الأثرية، وردت عليها شيري نوب، إذا جيتي علشان جدول الانتخابات برضو قالت نوب، لأن كل فصل فيه انتخابات مختلفة. حست أليكسيا أن الوضع ما يطمن وسألتها عن سبب قدومها، وبشكل عام سألتها شيري لو هي بعلاقة عاطفية مع شخص ما مثلا كاغينو، بما أن علاقتهم كانت شائعة وقتها. وبدون تردد ردت أليكسيا أنهم انفصلوا من زمان وهي فخورة بذلك، بالإضافة لذلك قالت لها أنهم لم يكونوا يتوعدون فعلا، فقط كانوا يتظاهرون. وقبل أن تكمل كلامها فرحت شيري وكأن هما ثقيلا أنزاح من قلبها. هذه اللحظة كيف حالك وانت لحالك؟ بينما أليكسيا منصدمة أن كاغينو عنده حبيبة جديدة بهذه السرعة، وصار يومها سيء بعد سمع هذا الخبر. وبهذا نجحت شيري في نقل كل طاقتها السلبية لأليكسيا، بينما هي سلبت كل طاقتها الإيجابية والروقان وتغير مزاجها. ولاحظ أن جميع طلاب الصف يعاملونه بشكل لطيف، وأعتقد بسبب إصراره وعدم استسلامه في القتال لما تقاتل مع روز. ثم تحدثوا عن الانتخابات القادمة، وهيورو يشوفها إنها للأطفال، بينما كاغينو يتجاهل حديثهم بصمت ويتدرب بخفاء. ثم وصلت روز أوريانا مع طالبة أخرى ليشرح لهم نظام الانتخابات، ولاحظت أن كاغينو موجود بنفس الصف اللي زارته، وجاكا نظراته ما تطمن، بريء بنفس الوقت مشبوه.
ثم وصل الفارس الهزيل واخبرهم ان حان الموعد حتى يبداوا بالسيطره على المملكه. ولما وصلت أليكسيا شافت ان الاكاديميه مغلقه على غير العاده، ومن خلال النافذه لاحظت شخص تم طعنه، بينما كاجنو جرب قوتها السحريه بعدما تم الحصار على المدينه وتيقن انه تم محاصرتهم ولم يلاحظ احد ذلك سواه. ثم سمع كاجنو صوت اقدام وهجم العدو عليهم ونظراته ما تطمن، وكانه يقول هذه المره فعلا بتكون مسرحيه حقيقيه، وقال لهم الاعداء نحن الشادو جاردن. طبعا هم منتحلين للاسم بس يقولونها حتى يستفزوا شادو جاردن ويرغمهم على الظهور بما ان وقتهم المناسب قد اقترب وهو الليل. لكن روز اوريانا مستهتره فيهم، لكنهم اظهروا لها قوه سحريه هائله وابطلوا سحرها لانها داخل الحاجز. وقبل ان يقتلوها اشتعل عرق الموب لكاجنو وهرع لينقذها حتى يستخدم احدى تقنياته كموب، وقطع العدو جسده حتى سقط بالارض وفقد الكثير من الكاتشب او الدماء. بصراحة حيرنا كاجنو بحيث يتقن دوره لدرجة يعجز المشاهد عن معرفة الحقيقة من التمثيل، والحلقة القادمة واضح بتكون رهيبة وبيكون الوضع نفس لكاسا دي بابيل فرع الانمي. تسألوني كيف عرفت؟ هذا مجرد تخمين وأتمنى يكون تخميني صائب، وأحب أشكركم على دعمكم لي حتى أستمر لكم بالطبعات. وحاليا صار اليوتيوب هو الشيء الوحيد اللي مركز فيه ويستهلك تقريبا كل يومي، حتى الأنميات ونتفليكس ساحب عليه وما أشوفهم زي زمان، بس تستاهلون. وللي حاب يدعم محتوى القناة للاستمرار عندكم ميزة الثانكس، وهذا بيكون دافع كبير للاستمرار بشكل أفضل بما أني حاليا ما دخلت فلس من اليوتيوب. وبس هذا كل ما كان لدي، اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات ولا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الفيديوهات القادمة. كان معكم روكورو والسلام عليكم.